فوتوا خالي فوتوا. شلونكم؟ الحمد لله. طالما انت بخير نحن بخير مختار. يوسف امور معي قريب لهون. مسيك علي. شو هذا معلم؟ هذا المبلغ قايم لك اياه مشان جوازتك. كتر خيرك، ما بدي غير سلامتك يا مختار. مسيك ابني مسيك، هذا حقك. سلم هالايدين، روح الله يجبر بخاطرك. ليبو تعالوا. مرني معلم. هذا لك. انا ما بدي، انا عايش من خير الله وخيرك، مو ناقصني شيء. انا بس بطلب من الله ان يطول بعمره ويديمك في فروسنا. مسيك لك ابني مسيك، البني ادم مهما عاش لا بده يجي يوم ويترك الدنيا الفانية هي. ما بتعرف يمكن بأي لحظة تفقدوني وما تلاقوني. سلامتك معلمي، الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك. الله يقدر. مسيك ارتيز مسيك. الله يسلمك، الله لا يحرمنا منك. ايه الموت والفراق شي مقدر علينا ولا بد منه، وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. أنا وصيكم قبل كل شيء بتقوى رب العالمين، وبدي إياكم من هون ورايح تعتبروا رشدي محلي ومحل وضاح الله يرحمه. رحمة الله عليه. يعني رشدي هو معلمكم من يوم ورايح. المعلم رشدي على راسنا من فوق. وانت يا يوسف وابو سطيف من اليوم ورايح كراكم صار الدبل. انتو جوزتكم وأمنت عليكم. فضل عراسنا يا معلم، كتر الله خيرك. والله يا معلم انت تامرنا بأفضالك. الفضل لله. في حدا منكم عاوز شي بده شي؟ سلامتك يا معلمي. فضلوا على شغلكم. معلمي انت عم تودعنا شي؟ ما قلتلكم انه البني آدم ممكن يفارق احبابه بأي لحظة؟ الله لا يقدر. ان شاء الله لا تفعل على حالك معلمي. ان شاء الله معلمي. الله معكم. يا ابو عجاج. ورا عمي ابو وطاح. هذا الحاصل من يوم ورايح صار الك، وفي الي عندك وصيه بتمنى انك ما تنساها. مور عمي. بدي اياك توزع ربع ايراد الحاصل على الفقراء والمحتاجين. وهدول الاوراق خذهم ودير بالك عليهم منيح، هدول بيحفظوا حقك وحق اختك رويدا. عمي ابو وضاح انت ليش عم تساوي هيك؟ لا تسالني يا ابني، لا تسالني عن شيء، بدي منك ما تجيب سيره لحدا. عمي انت لوين ناوي تروح؟ رشدي. امرك عمي. شيك هي 50 عصمه لي مشان تتجوز ودير بالك على اختك رويدا. هذا كثير عمي ابو وضاح، انا ما بستاهل كل هذا الشيء. انت بتستاهل اكثر من هيك. قبل ما انسى بدي اياك تعمل لي سبيل عند باب الحاصل هون على روح المرحوم وضاح. تأمر معلمي. ابو عجاج ما بيبكي مو هيك؟ خاطرك دير بالك على الشباب وعلى الحاصل. انا رايح على البيت، عمتك لحالها. مرحبا مختار، هذا وقت المضافة بدي نشوفوك. شو ديبو؟ أهلين عقيد. وين راح المختار؟ فات على البيت. ليه ما قلت له؟ والله قلت له عقيد، قلت له. ايه وشو قال له؟ هز براسه وفات على البيت. يا ترى على شو ناوي عمي ابو وضاح؟ كان لازم مر لعند عمتي واسألها، يعني حاسس انه نهايته قربت لحتى ساوى هيك، ولا ناوي يسافر؟ رجدي ليش سهران لهلا؟ فوتي يا اختي فوتي. عادي جنبي. رجدي شو فيني؟ والله شغلت لي بالي. في شغلة مالها عم تخرق مش تبنوب. خير شو هي؟ عمك ابو وضاح عم يوصي وكأنه بده يموت،
يا بده يسافر. ما بعرف اختي، ما بعرف.